أبنائي النجباء، أيها الحضور الكريم، يشرفني أن أقف بينكم اليوم مكرسا السنة الحميدة المتمثلة في الاحتفاء بالمتفوقين في امتحانات الباكالوريا من أبناء رجال الأمن، وهي السنة التي ما فتئ السيد المدير العام للأمن الوطني عبر تكريس هذا التقليد. كما يشرفني أن أنقل إليكم أبنائي الأعزاء بكل أمانة التهاني الشخصي للسيد المدير العام للأمن الوطني، والذي يتمنى لكم مزيدا من التوفيق والنجاح في مساركم الدراسي. أيها الحضور الكريم، إننا نحتفي اليوم وللمرة الثانية بأبنائنا المتفوقين، هذا الحفل الذي يشكل بإذن الله تعالى تكريسا وإشاعة لثقافة التميز والتفوق، وترسيخا للمبادرة التي أطلقها بادي الأمر السيد المدير العام للأمن الوطني، والتي لا يمكننا إلا أن نعدها حلقة في عقد فريد من المبادرات المتمثلة في الدعم الاجتماعي لأسر المنتسبين للمديرية العامة للأمن الوطني عن طريق تحسين الظروف الاجتماعية من خلال الدعم المباشر من خلال اتفاقيات والشراكات التي تجريها المصالح الاجتماعية للأمن الوطني لفائدة منتسبيها، أو من خلال الاعتناء بأبناء الشرطيين وأيتام الأمن الوطني، أو كذا من خلال الاستجابة الموسعة لكافة طلبات الموظفين ذات البعد الاجتماعي السف. توزيع الجوائز على أبناء الشرطيين المتفوقين في الامتحانات ديال البكالوريا لموسم الدراسي 2018-2019. السيد المدير العام الوطني سن هذه السنة باش يحفز أبناء الشرطة في إطار العمل الاجتماعي، وكذلك باش يكونوا كقدوة الأبناء الشرطيين الآخرين اللي مقبلين في السنوات المقبلة إن شاء الله لاجتياز هذا الامتحان البكالوريا، الامتحان اللي كتحل آفاق للتلميذ أو الطالب باش يدخل الكبريات المعاهد وكذلك المدارس العليا. وهذه المناسبة كنعاودوا نأكدوا باش الشرطي راه كيشتغل في الشارع العام، كيهدي الوقت ديالو أولا كيأدي الوقت الكامل ديالو لمحاربة الجريمة، وكذلك السهر على الراحة والطمأنينة والسكينة ديال المواطن المغربي كذلك الأجنبي، وكذلك ما كينساش الدور الاجتماعي ديالو باش يقابل الأبناء ديالو في إطار التكوين ديالهم الدراسي والجامعي. وكنشكروا السيد المدير الوطني دائما في هذه المناسبة باش كيكون الاهتمام ديالو لهاد الأبناء الشرطيين باش يعطيو أكثر وأكثر وتكون النتيجة إيجابية، والله الموفق. صحراء مغربية يا صحراء، وعليك نموت عليك نموت، يا تخدم حنا وصحراء واخوت، ساكنة في قلبي وعزيزة عليا، حيت فوق الديارة يا مغربية. يا صحراء وعليك نموت عليك نموت، يا تخدم حنا وصحراء واخوت، ساكنة في قلبي وعزيزة عليا، حيت فوق الديارة يا مغربية. ويا صحراء وعليك نموت عليك نموت، يا تخدم حنا وصحراء واخوت، جيتي في الجنوب رمالك ذهبية، سكتي القلوب حيت انتي اصلا مغربية. كنبغي نوجه واحد الشكر للمديري العام للامن الوطني على التتويج هذا، وهذا كيحفزنا اننا نعطيو اكثر من بعد، وان شاء الله الطموح ديالي هو انني نوصل لواحد نكون واحد مهندس من بعد ان شاء الله في هذه الشعبه هذه اللي انايا كتعجبني
ولقيت فيها راحتي. انا مسروره بزاف ان الحضور ديالي هنايا، والحمد لله باللي قدرت نشرف بابا ونمشي لهاد البلاصه. وهذه مبادره زوينه اللي غتشجع التلاميذ باش انهم يبذلوا مجهود اكثر في القرايه ديالهم ويحصلوا الباك بمعدل مزيان، اللي عاوتاني غيخول لهم انهم يدخلوا المدارس محترمه وانهم يحصلوا على ديبلوم مزيان. انا ان شاء الله دخلت المدرسه العلوم التطبيقيه اللي هي لانسا ديال اكادير، وان شاء الله غادي نكمل المسار ديالي كمهندسه، ان شاء الله نتخرج مهندسه. لا بيني وبينكم التلفازه بعيده على الامن الوطني، بعيده على السياسه، الناس كتخدم ولكن ملي كتشوفوا البرامج كتزيد تكرس لينا شي حويجات اللي كتمحنوا فيها الناس. عاد زيد التلفازه هذيك السهره ديال السبت، انا بان ليا بعد مرات التلفازه ولا فيها الزهايمر كيعاودوا السهرات، نفس الفنانه، واش ما كاينش فنان اخرين؟ عاد السهره اللي جا تجيبوا لها ذاك الحاج سرق زيت، وعندو شي غنوه البروميان بشويه والدوزيام حتى كتغني وكدوز بيرمي. كيحيد هذا كيجيبوا لينا ديك الداوديه دايره زيف اختي غير كاري كاري حبي لا تديش علي نقتلو نذبح عليه. قلت لي راه بريفي ولا والله يدوزي عندو الله ما يعقلك بالله. لا والله لا خونا بيني وبين واحد، شوف الا كان ممكن ديروا شي امن جيبوا لي شي استافيت عادي العراسات عادي المغنيين. ما كاينش شي غنى سبحان الله، كان الغنى بكري الغنى ديال عبد الوهاب الدكالي نعيمة سميح لطيفة رأفت تقادا هما الاخرين تقادا تقادا كيغنيهم مأدبين كيكونوا غادي العرس وغادي لابسين جلابهم مع العشية كل غادي يصليو العشاء العيال اللي تحيدوا جلابهم تقادا باقي لابسينهم ولا كيبغيو يغنيو على المرأة في الأدب ماشي بحال الاخرين إني خيرت كيف اختاروا سبحان ما تصور جاو تقادا بغيو يغنيو على المرأة مأدبين خلي محمد شاهد على بنتك. لا والله لا ولا شي غنى لارو لا خاص شي ستافيت ديال البوليس بالدور في العراس اللي ما كيغنيش يطلع يديروا التنسيق مع وزارة الثقافة.